السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج أشهر شخصية فيه. اتكلم عدل يا واد، مالك؟ أما النهاردة فإحنا هنتكلم عن قصدي ليش هيك عم تحكي؟ احكي في العالم والخلق. لا تواخذني بس شوي فتت بالحالة، يعني بتعرف أنت مصر وكده اختصر يلا. طيب حاضر خلص أوكي. مرحبا فيكم بفيديو جديد. اليوم رح نحكي عن أشهر شخصية مصرية. هي الشخصية المصرية التي تلقب بالزعيم، شخصية مهمة جدا وعندها تاريخ كتير طويل. طبعا مين هو الزعيم؟ الزعيم عادل إمام. عادل إمام من مواليد الشهر الخامس 1940، هو ممثل مصري، طبعا ممثل تلفزيوني وممثل مسرحي وممثل أفلام. من مواليد المنصورة بمصر، ويعتبر من أشهر الممثلين بمصر وبالوطن العربي والأعلى أجراً. عادل إمام مشهور بأدواره الكوميدية بالإضافة لمهنته اللي وظفها بأمور سياسية واجتماعية، هاي الأمور اللي بتمثل المواطن المصري تحديداً. يعني جاهل، لأنه هدول كلهم الجاهلين بيروحوا بيعملوا أفلام كوميدية ومسلسلات. لا أكيد ما أنه جاهل. عادل إمام يحمل بكالوريوس بعلم الإنتاج النباتي من جامعة القاهرة. مو بس هيك، وعام 2000 اختير سفير للنوايا الحسنة من المفوضية العليا لشؤون اللاجئين الأمم المتحدة، مو شلون ما كان. وهيك صار معروف على المستوى السياسي العالمي. هلا شو بدي بمعلوماته الشخصية، ايمت ولد وايمت ما ولد، اخر همي. احكي لي عن الاعمال اللي قدمها، عن المسلسلات، عن الافلام، حتى نفهم مين هذا البني ادم. اما اذا بدنا ننتقل للحياة العملية، عادل امام بلش مسيرته المهنية عام 1962، ومثل كتير ناس بلش بادوار صغيرة وبعدين كبر. بس رغم انه هي الادوار كانت صغيره، بس اثبتت وجوده على الساحه الفنيه، ومن وقتها هو بلش يترك بصمته الخاصه عند الجمهور. اما مسيرته الحقيقيه الكبيره بلشت عام 1979، وصار فينا نقول انه صار نجم شباك اول، وصارت كل الناس تستنى افلامه لحتى تنزل على السوق لحتى يشوفوها ويحضروها. طبعا من هي الادوار اللي تركت بصمه كتير كبيره عند الجمهور، مثل افلام البحث عن فضيحه والبحث عن متاعب واحنا بتوع الاوتوبيس، وطبعا افلام كتيرة بلش فيها عادل امام وكانت جدا مهمة. اعمال عادل امام، طبعا اعمال عادل امام لا تعد ولا تحصى، بس رح نحاول نختصرها. عنده اكتر من 11 عمل مسرحي، بتوقع انه كلكم حضرانينهم، مثل مدرسة المشاغبين وشاهد ما شافش حاجة والزعيم. وعلى فكرة في مسرحية اسمها مرافق شخصي، هي المسرحية ما تسرب منها ولا مقطع ولا حتى انعرضت على شاشات التلفزيون. طبعا مو بس مسرحيات، حتى كمان كان عنده ادوار سينمائيه كثيره. عدد هي الافلام السينمائيه كانت تقريبا 103، مثل السفاره بالعماره ومرجان احمد مرجان. نحن عم نحكي عن مسيره صار لها اكثر من 50 سنه. حتى بالمسلسلات عادل امام شارك باكثر من 17 مسلسل، من المسلسل ناجي عطا الله وصاحب السعاده وعوالم خفيه ومسلسلات ثانيه كثير مشهوره، حتى مسلسلات اذاعيه. يعني هو مو مسلسلات، هو مسلسل واحد إذاعي. هذا المسلسل الإذاعي كان اسمه أرجوك لا تفهمني بسرعة، مع الفنان العملاق الكبير عبد الحليم حافظ. أنا عم حاول اختصر لكم الموضوع، لأنه إذا بدي أقعد أحكي عن أعماله ما بخلص لبكرة. لعية القلب شيتنا، اختصر يا أخي. أنت مين مصمتك علي؟ أكيد حأحكي لكم عن الجوائز اللي حصل عليها عادل إمام. عادل إمام حصل على كتير جوائز، أهم هي الجوائز كانت بين عام 1995 وعام 2017. من هي الجوائز جائزة أفضل ممثل على الفيلم الإرهابي، يلي أخذها من مهرجان القاهرة السينمائي عام 1995، وكمان جائزة الإنجاز مدى الحياة من مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2008، وكمان قائد السبسي عام 2016. قائد السبسي عام 2016. وجوائز تانية كتير حصل عليها عادل إمام. طبعا هي كانت نبذة سريعة عن الجوائز اللي حصل عليها عادل إمام. فت لي بفقرة الانتقادات، هي الفقرة بتعجبني يا أخي، مو بس أنت اللي بحب هي الفقرة. أما بالنسبة للانتقادات، أكيد ما أنا مخلي شي ما أنا عامله، يلا بلش فضايح. رغم مسيرته الفنية اللي حكينا عنها باختصار، ورغم كل الجوائز اللي حصل عليها هذا الشخص، بس عادل إمام تعرض لكثير من الانتقادات، رح نذكر بعضها بهذا الفيديو. عادل إمام هو شخص مثير للجدل جدا بسبب جرأته بالأفلام اللي بيعرضها والمسلسلات اللي بيشارك فيها، إن كان على الصعيد السياسي أو على أصعدة ثانية. وتعرض لكثير من الانتقادات من بعض الإسلاميين لأنه بيعتبروه إنه هو استهزأ ببعض الجماعات الدينية،
ومواجهة التطرف الديني وتقديمه أدوار عن الجماعات الإرهابية مثل بأحد أفلامه الإرهابي، هجومه على ما يسمى بالإسلام السياسي، واتهموه كمان بالتحريض على العنف بفيلم طيور الظلام، ومثل ما بعضكم بيعرف بينتقدوه على أفلامه اللي تعتبر خادشة للحياء. خادشة للحياء، الله عليك. هلأ أنا ما بعرفه للصراحة، بس أنا سمعت يعني سمعت من ناس إنه سجنوه. هذا الحكي كان بال 2012. بال 2012 قضت محكمة الجنح بالقاهرة بحبس عادل إمام لمدة 3 شهور مع دفع غرامة 1000 جنيه مصري. ليش؟ 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 بتهمة ازدراء الدين الإسلامي بأعماله اللي بيقدمها. حتى الكاتب محمود درويش انتقد عادل إمام. هلأ ما بعرف إذا هو انتقده أو بس حب يعبر عن صدمته من مسلسل فالنتينو، وقال إنه هذا المسلسل لا يصلح حتى لحلقتين، والمخرج تائه. هلأ تائه تافه ما بعرف، بس مكتوب تائه. وكثير من الانتقادات الثانية اللي لا تعتبر شخصية إنما هي إيه العلاقة بالأعمال اللي بيقدمها. خلينا نكتفي هون بالانتقادات. جمهور عادل إمام كتير كبير، وأنا واحد منهم أكيد، وبما أني أنا واحد منهم حابب أحكي عن رأيي الشخصي بعادل إمام. يعني أنا بشك إنه بيهمكن، وأكيد مثل أي دولة بالعالم في ناس جدا مهمة موجودين بمصر مثل هاي الشخصيات اللي عم تطلع قدامكم. بصراحة عادل إمام هو الاسم اللي بنسمعه من وقت اللي بنخلق، وعن كل الناس وعن كل الأجيال قدر يكون قريب من الصغير قبل الكبير، ومثل قضايا كتير كبيرة بتخص المجتمع والمجتمع المصري خصوصا. حتى جرأ بأدواره إنه هو يذكر إسرائيل يلي في كتير ناس أو فنانين بتخاف من اسم إسرائيل. ما فينا ننكر إنه هذا الشخص هو رمز من رموز مصر. هذا الشخص أثبت وجوده بكل الأدوار اللي قدمها، وتكاد أن تكون 100% معروفة عند كل الناس، وهذا أكبر دليل إنه هذا الشخص مميز وعنده بصمته الخاصة وما بيشبه أي حدا تاني. حتى لهلا ما أجا حدا بكفاءة هذا الشخص، إن كان من مصر أو من الدول العربية. مسيرته الفنية الطويلة يلي ممتدة لحد هاي اللحظة هي أكبر دليل على نجاحه. هذا الشخص قدر يكون قريب من كل الأطياف ومن كل الشرائح بالمجتمع بدون أي تعالي أو شوفة حال، وبظن أنه رأيي فيه هذا رأي كمان كتير ناس منكم. وإذا حدا عنده رأي تاني أو رأي مختلف إن كان سلبي أو إيجابي يا ريت تكتب لي إياه بالتعليقات، وحكون سعيد إني أنا أقرأها ورد عليها. طبعا الحكي عن هذا الشخص ما بيخلص، ما بدي طول عليكم الفيديو، ولهون بتكون خلصت حلقتنا. وحابب إلكم كل سنة وإنتوا سالمين يا رب، ورمضان كريم ينعاد عليكم بالخير والصحة. بعرف إنه رمضان بعد تقريبا 10 أيام، بس يعني عم إلكم من هلا، وحيكون في فيديوهات خاصة بشهر رمضان بس، وهالمرة إنتوا يلي رح تختاروا الدولة يلي حنحكي عن أشهر شخصية فيها. والله وصار تبع إبداع، وإنتوا قولوا وأنا بقول وكتبولي ولا تكتبولي، ما شاء الله عم نتطور والله. كتبولي وخلصونا، كتبولي تحت التعليقات مين الدولة اللي بده ينضرب يصرعنا فيها بالحلقة الجاية. وهلأ صار لازم أودعكم، وكل عام وأنتوا بخير بمناسبة شهر رمضان الكريم، مع أني أنا ما بصوم. قصدي صار لازم نودعكم. تشيرز. لم يعجبني، لا تنسوا. السلام عليكم.